في إطار الأنشطة اللي دابت الجمعية المغربية لتربية الشباب على التنظيم ديالها خاصة الأنشطة الاجتماعية التضامنية، ارتئينا اليوم أن ننظم واحد حفل الحناء وتوزيع كسوة العيد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لمراكز بسمة للجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا النشاط كيدخل في إطار الرمضانيات اللي نظمتها الجمعية واللي كان سبقوها مجموعة ديال الأنشطة. اليوم حنا كنحتفلوا مع هاد الوليدات بذكرى ليلة القدر وبعيد الفطر اللي كنتمنوا انه يدخل عليهم بالصحه والسلامه. قدمنا لهم واحد الهدايا اللي هي بسيطه عباره عن كسوه العيد، ودرنا لهم واحد النشاط اللي هو شويه كيكون هما كيعجبهم النشاط ديال انك تفرح معاهم ودير لهم الحنة واجواء موسيقى. احتفلنا بالفتيات داروا الحنة. صفتي كرئيسه فرع سيدي معروف وعضو المكتب الوطني للجمعيه المغربيه للتربيه الشبيبه، شرفت انا واعضاء المكتب على هذا النشاط اللي داز الحمد لله بواحد الجو رائع ومتميز. وعواشركم مباركه. متمم عيد عيد حفلة كادو فوقية جلاب فوقية بلغة و دي بلون. شكرا بزاف. شكرا. السلام عليكم. غا انا نقدم جمعية بسمة احتياجات خاصة. الناس كلهم عطونا كادو ما يخلف عليهم، وشكرا على هذه الحفله اللي درتو لينا. وميرسي بوكو، ميرسي زكيا، ميرسي هشام، ميرسي كل شيء اللي داروا لنا الثقه في راسهم. ميرسي بوكو وشكرا. الكادو فيه بالغاء في القفطان وكل شيء، ودرنا حنا ودرنا انشطه ودرنا كل شيء ودرنا الضحك وكل شيء. ميرسي بوكو. ميرسي. السلام عليكم زميلي بسمة. ماما زكية شكرا لك زميلي بسمة هي، ونتحيا ربي وآية زائية إن شاء الله ودا إن شاء الله وسادة حانة هي وبنتها إن شاء الله، ونتحيا ربي مدير ليلى دعتنا القادو دعتنا فقتان وسربيل وبومبوته هو، ودعتنا سدحة حافظة وسقنا على قد سدحة حافظة، ونضحك يا ربي وربي ما شاء الله. وإيمان تاهي زمعي بسمة ودات لنا الكرسي وفي الامور ودات لنا السدحانة يا ربي. كنشكر لي سميتي بسمة، وكنشكر لي مدام ليلى نفس السيف، وكنشكر لي أستاذة حفيظة، وكنشكر أستاذة إيمان، وكنشكر كل الممثلين والفنانين، وكنشكر لي هدونا كاتواد. شكرا. ميرسي. شكرا لماما زكية والسيدة حنان والسيدة إيمان، شكرا للسيدة حفيظة، وشكرا للسيدة إيمان، وشكرا للآية الله يرحم عمالة الحق الله يرحمه، ونسأل على كل شيء. برافو. وتندير الطبخ إن شاء الله ونكبر ونولي طباخ.